فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في المملكة، وقدر الله على أخي أن خرج خروجا نهائيا من هنا، وعندي عفشه وقد أرسلته له، ومن ضمن هذا العفش تلفاز، فهل علي ذنب بإرسال هذا التلفاز له؟ أنت أرسلته له وانتهى وخلاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.